الشفاء والعلاج بتعتمد، احنا اكتشفنا الورم عند اهم مرحله للاسف هو اللي بيحكم نسب الشفاء، هي المرحله اللي حضرتك اكتشفت فيها. المرحله زيرو اللي احنا بنتكلم عليها نسب الشفاء فيها بتصل الى 99%. 99%. وفي كتير من الاحيان المرضى دول ما بيحتاجوش ان هم لا ياخدوا علاج كيماوي او علاج اشعاعي او ما شابه، كانها عملت عمليه زي عمليه الزايده والموضوع خلص بالنسبه لها. شخص بدري لدرجه ملوش انتشار فتشال بالكامل، ما يحتاجش علاج، ما وصلش حتى لمرحله الاورام. احنا بنتكلم على مرحله ما قبل الورم اللي بنقول عليها التكلسات الميكروسكوبيه. التكلسات الميكروسكوبيه ديت يعني الكشف المبكر، احنا كمان مش بندور على ورم، احنا ما قبل الورم. ما قبل الورم اللي هي المرحله زيرو اللي بنتكلم عليها. مرحله زيرو. في تدخلات دلوقتي كتير جدا ممكن حتى، يعني طبعا لما يكون في تكلسات حضرتك ما بتقدرش تشوفها ولا تمسكها، فمش هتعرف تعمل لها عمليه بايدك، فلازم تحدد مكانها عن طريق الاشعه. ممكن دلوقتي كنا بنعملها بان احنا نحط حاجه، نحط ابره عشان تحدد لنا المكان اللي موجود، وندخل جراحيا نشيل المكان برضو ده برضه لو في شكل توضيحي للكلام ده يا ريت. ندخل بالابره نحدد المكان اللي هيتشال، وبعد ما نشيله بنصوره تاني في الماموجراف عشان نتاكد ان الصوره دي هي نفس المكان اللي هو اتشال. دلوقتي في اجهزه جديده بقى تدخل على المكان عن طريق الاشعه، تبقى عارف المكان فين، وتدخل بالجهاز رفيع زي الابره ويكبر حوالين الورم يشيله، ويشيله بمساحه امان ويطلع بيه، ومش هتعمل عمليه خالص. مساحه امنه ببنج موضعي. بنج يعني كانها مش عمليه خالص. بالظبط بالظبط. وحتى مش الجراحين اللي بيشتغلوها، ده اللي بيشتغل الكلام ده زمايلنا ساده الاشعه التداخليه هم اللي بيعملوه. يعني كمان المستوى سهل لدرجه دكتور الاشعه اللي بيعمله كمان، مش محتاج جراح. هو مش حكايه مش محتاج جراح، هو الجراح مش هيشوف الورم. لكن الاشعه اللي موجوده هي اللي هتحدد مكان الورم فين، وعن طريق الابره بتدخل عشان توصل للمكان اللي موجود في الاشعه، وتتفتح ليها باسكت بتفتح ياخد الحته اللي فيها المشكله ويحرق حواليها حته سليمه عشان نتاكد ان هي اتشالت كويس، اللي بنقول عليه البلستريجن اكسيرير سيستم، وتخرج بالسيفتي مارجن بتاعها او مساحه الامان، وبتتحلل عشان نبقى متاكدين ان كل المساحه اتشالت بطريقه كويسه.